شيء جميل جدا الواحد يفتخر بيه ان بلده بتستقطب جميع مواطني دول العالم من الدول المختلفة، سواء كانت دول اوروبية في امريكا، سواء كانت امريكا شمالية لاتينية، دول الاسيوية، طبعا من افريقيا والدول العربية والشرق الاوسط، ان هم ييجوا ويشاركوا في مؤتمرات في مصر. مش بس كده، بيغطي لك تذاكر سفر، بيغطي لك اقامة في فندق 4 نجوم، كمان بيوفر لك وجبات طعام. العديد من المميزات اللي بتلاقيها في الفيديو ده، حضرتك تقدر تشارك في مؤتمر عظيم زي ده هيكون في جمهورية مصر العربية. ازيكم يا شباب، في فيديو جديد على قناة دكتور المنح، والفيديو ده هنتكلم فيه عن مؤتمر هيتم في مصر. المؤتمر ده متميز جدا في العديد من المميزات المختلفة اللي بتمكنك من السفر من بلدك الى مصر من غير ما تدفع اي مصاريف او اي تكاليف اطلاقا، لان هم بيوفروا لك كل الحاجات اللي ممكن تحتاجها من سكن، من وجبات طعام، كمان هيستقبلوك في المطار، بالاضافة ان هم بيغطوا لك جميع تكاليف السفر. خلال الفيديو بتاعنا هنعرف التفاصيل، هنعرف المستندات المطلوبة، هنعرف ازاي نقدر نملى الابليكيشن ونقدم، وطبعا اهلا بيكم كلكم في جمهوريتنا، جمهورية مصر العربية. خلينا نروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا عشان نتعرف على كل حاجة بالشرح العام. ازيكم يا شباب مرة تانية، وزي ما قلنا الدولة المستضيفة هي مصر. خلي بالك ان الفرصة دي مقدمة من هنداوي انستيتيوت، واسمها HISA، المراحل الدراسية، او مين يقدر يقدم، طالب بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، خريج من اي برنامج، من اي تخصص، بتقدر تقدم. مش طالب منك سن محدد، مش طالب منك شهادة اي لغة انجليزية. خلي بالك ان حضرتك بيكون السفر بتاعك لمصر او المؤتمر ده في الفترة ما بين 23 فبراير 2023 الى 26 فبراير 2023، اخر ميعاد للتقديم 15 يناير 2023، والتقديم سهل وبسيط. وافتكر انا قلت لك كده عشان خاطر الابليكيشن مش طالب منك طلبات معقده، والكلام ده هتشوفه مع بعض في الفيديو بتاعنا. طيب بعد كده هنا دي الموضوعات اللي هيتم مناقشتها اثناء الحدث او المؤتمر ده: التنمية المستدامة، الادارة العامة، دي يعني موضوعات هيتم مناقشتها. المميزات زي ما قلنا في بداية الفيديو: تذاكر السفر عليهم، الإقامة عليهم، النقل من المطار، يعني المطار اللي توصل فيه للمكان اللي فيه المؤتمر أو الحدث ده هيكون برضو عليهم، وجبات الطعام بتكون برضو عليهم، كل حاجة هما بيوفروها لك، مفيش أي حاجة تمنعك من إنك أنت تقدم وتشارك في مؤتمر عظيم زي ده أو حدث عظيم زي ده. طالب منك صورة شخصية، طالب منك جواز السفر بتاعك أو بطاقة الهوية الشخصية. خلي بالك من حاجة مهمة جدا، وهي السيرة الذاتية بتاعتك. هي مش متطلب إجباري ولكن من الأفضل إن أنت ترفقها، لأن دي هتفرق معاك في الأبليكيشن بتاعك. طيب ده الموقع الرسمي، هنضغط عليه مع بعض، تفتح معاك الصفحة الرسمية الخاصة بالحدث اللي هم عاملينه في مصر. طبعا هيكون في شرم الشيخ في الفترة ما بين 23 ل 26 فبراير 2023. أنا بيقول لك فاضل 5 أيام، 18 ساعة 52 دقيقة، وهنا برضه أعداد ثواني. حاجة فخمة، حاجة جميلة جدا، يعني الواحد فرحان بيها جدا. هنا بتيجي بتلاقي في الديسكريبشن مين اللي يقدر يقدم. هنا خلي بالك برضو بتلاقي ان هنا دي السيلكشن بروسيس، هنا بتلاقي في البينيفيتس، المميزات. هنا الموضوع هيتكلم عن ايه؟ خلي بالك من حاجة مهمة، انت هنا عندك قسمين: فولي فاندد وسيلف فاندد. تمام، احنا هنقدم على الفولي فاندد لان احنا عايزين نحصل على المؤتمر ده او نحضر الحدث ده مجانا من غير ما ندفع اي تكاليف. لو انت عايز تسافر لمصر وتحضر الحدث ده على حسابك الشخصي، فانت هنا بتيجي في السيلف فاندد وبتضغط على ريجستر ناو وبتبدأ تقدم وتملى البيانات بتاعتك. احنا عايزين نسافر مجانا من غير ما ندفع اي مصاريف، فانت هنا بتيجي بتضغط على ريجستر ناو. خلي بالك انه هنا بيقول لك ان النتائج هيتم اعلانها بتاريخ 30 يناير 2023. هنيجي مع بعض نضغط على ريجستر ناو، هيفتح معاك الابلكيشن. الابلكيشن بيتكون من 3 مراحل، ودول اهم مرحلتين، الاولى والثانيه اللي فيهم بيانات، لان المرحله الثالثه اللي هي بتوافق على الشروط بتضغط على ريجستر او سبميت. طالب منك تكتب اسمك، اسم العائله، الايميل بتاعك، رقم التليفون، رقم جواز السفر،
هنا حضرتك بتبدأ تكتب له تاريخ الميلاد، الجندر بتاعك، الجنسية، الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا. طالب منك صورة شخصية، بترفض له صورة شخصية بتكون خلفيتها بيضة، يعني صورة فورمال، وهنا طالب منك صورة من جواز السفر بتاعك أو الأي دي بتاعك. بعد كده بتقدر تضغط على نيكست وتدخل على الجزء التاني من الأبلكيشن بتاعنا. طيب في الجزء التاني من الأبلكيشن بتاعنا وهو السكولرشيب سيلكشن، خلي بالك إن هو هنا بيسألك مجموعة من الأسئلة المختلفة اللي من خلالها هو هيقدر يعرف عنك ويعرف ليه هو ممكن يقبلك إن أنت تشارك في الحدث ده. أول حاجة بيقول لك هنا اكتب له عن نفسك، فانت هنا بتبدأ تكتب فيما لا يزيد عن 200 كلمة. بعد كده بيقول لك ليه انت متحمس ان انت تشارك في الحدث ده، ايه هي البروفيشنال سكيلز، المهارات بتاعتك، ايه هي الحاجات او المعارف اللي انت حابب ان انت تكتسبها، فانت بتبدأ تكتب برضه فيما لا يزيد عن 200 كلمة. بعد كده بيقول لك اكتب له عن الجواز اللي حصلت عليها، الانجازات اللي انت عملتها، لو حصلت على منح قبل كده بيقول لك اكتبها، فانت بتبدأ تكتب عنها هنا. بعد كده بيقول لك هي الحاجات اللي انت ناوي انك انت تكتسبها او منتظر ان انت تكتسبها، وكمان هتأثر بيها في المجتمع بتاعك بعد ما تخلص حضور الحدث ده او المؤتمر ده، فانت بتبدا تكتب له هنا فيما لا يزيد عن 150 كلمه. تمام. بعد كده بتيجي هنا معايا بيقول لك ارفق له واحد من لينكات السوشيال ميديا بتاعتك زي تويتر، فيسبوك، لينكد ان، ايا كان تقدر هنا تكتبه له. بعد كده حضرتك بيقول لك الكرنت اوكيبيشن، يعني انت طالب، انت مثلا اتخرجت، انت بتشتغل في مكان، هنا فيلد اوف ورك، لو انت بتشتغل تبدا هنا حضرتك تكتب له هو مجال العمل بتاعك. بعد كده هنا بتيجي بيقول لك ارفق له السيره الذاتيه بتاعتك، طبعا مش عليها نجم حمر ومش طلب اجباري، بس انصحك ان انت ترفق السيره الذاتيه بتاعتك، وطبعا باللغه الانجليزيه. بعد كده بتضغط على نيكست، بتيجي في اخر جزء في الابلكيشن بتاعنا تيرمز اند كونديشنز، كل اللي عليك ان انت بتقرا الشروط اللي مكتوبه قدامك، تعمل تشيك على المربع ده، وبعد ما وافقت على الشروط بتضغط على نيكست، بعد كده سبميت، وبكده هنكون خلصت شرح طريقه التقديم على فرصه سفر مموله بالكامل الى مصر. اتمنى الشرح يكون واضح وبسيط. لو لسه عندك اي سؤال او استفسار ممكن تسيبه في الكومنتات، وشوفنا فيديو جديد على خير. سلام.